اجازه. هو يوم الجمعه ده واحنا صغيرين مش كان اجازه؟ لا لا, لا. مش كنا لا. بنأجزه واحنا لا. صغيرين. شوفي واحنا صغيرين فهمي بيقول لك واحنا لسه صغيرين واحنا لما احنا لو لسه صغيرين كان هيبقى اجازه يا فهمي يا بابا. احنا خلاص لما كنا صغيرين كان الجمعه اجازه, لكن لما كبرنا ما بقاش اجازه. لا اليوم ده عشان اشتغلتي اسبوع يعني مش معقوله يعني. شكرا قوي يا دياب. يعني ايه يعني انا بقدم لك تحيه من احنا بنقدم لك تحيه يا دياب. صباح الفل عليك, انت شغلتني يوم الجمعه. شكرا شكرا. فيعني ان شاء الله يبقى ترجع لنا بالف سلامه, واحنا مبسوطين قوي 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 قوي, بنتمنى لك كل التوفيق يا دياب والله العظيم, يعني مفتقدينك. جمعة مباركة. جمعة مباركة كده, ويعني اجازة سعيدة ان شاء الله, وترجع لنا بألف سلامة يا دياب والله. يعني بجد يعني احنا يعني ممتنين وبنحسدك وكل حاجة كل حاجة كل حاجة. ارجع لنا بالسلامة حبيبي. خلينا بقى نقول لحضراتكم ان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال ان رئيس الجمهورية اكد ان الدولة المصرية بتمر بتحديات غير مسبوقة, ووضع حلول عاجلة للصدمات وحل المشكلات, وخاصة لازم نحل مشكلة العملة الأجنبية بصورة نهائية, وكمان التواصل المستمر والدائم على مع المواطنين. قال كمان أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي, وقال أن غلق المحلات هو جزء من سياسة الترشيد الخاصة بالطاقة علشان نقدر أن احنا نواجه انقطاع الكهرباء. كل ده كان في المؤتمر الصحفي امبارح اللي تحدث فيه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور طبعا السادة الوزراء وبحضور الصحفيين, وكان الحديث الحقيقة في أكتر من نقطة, لكن هو المهم يعني اللي احنا بيبقى ملمس معانا قوي الكهرباء طبعا دلوقتي أزمة الكهرباء. رئيس الوزراء كمان أكد أن في توجيهات من رئيس الجمهورية للحكومة هي التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التي تواجه الدولة, وكمان كمان سيتم عقد مؤتمر أسبوعي بجانب مؤتمر مرة في الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا اللي بتهم المجتمع. وكمان أكد أن الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو. حلوة أي فكرة المؤتمر؟ اللي هو نحمل طبعا ده مهم علشان يبقى فيه تواصل, هيفضل التواصل موجود مستمر, وبرضه المعلومات تتقال للناس والناس تتفهم طبيعه المشكلات ونشرح لهم ويبقى عندنا اسلوب, ولما يتاخد قرار يبقوا فاهمين اسبابه ايه, فالمواطن يبقى متحمل ومتعاون. بالظبط بالظبط. بس هو المهم كمان ان يبقى يعني اكيد ان الحكومه لازم يبقى عندها رؤيه, يعني عندها فكره, عندها أكيد. طرح وطرح مقنع علشان تقدر انها توصل للناس, لان ممكن يكون طريقه التعبير نفسها ما تبقاش وصلت للناس المعنى. مظبوط. فمهم ان احنا نبقى قادرين ان احنا نوصل المعنى للناس علشان الناس تقتنع وتتعاون. بالظبط. متفائله؟ ان شاء الله. بصي يعني ياما مر على مصر, يعني احنا بجد مصر دوله احنا جدعان قوي. لا مصر دوله قويه وصامده واركانها قويه وقد الازمه يعني. وعلى فكره الشعب المصري والله شعب لما بيفهم وبيستوعب وبيبقى فاهم الحكايه اولها واخرها بيتعاون. على طول صحيح. بيسند ويتعاون ويتحمل. صحيح. ان شاء الله فتره حلوه علينا جميعا.